منطقة البحرين القانوني الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الاتجاهات الحديثة في إطار القانون التجاري. طريقنا نحو العلم والتعلم. عن زملائي المتحدثين في منطقة البحرين، إن الطبيعة التي تحيط بعلم القانون هي طبيعة متجددة. بدون أن أقول كلمة قصيرة في حق هذا المنطقة والقائمين عليه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. مع التحول العالمي الذي نشهده في عصرنا الحالي نحو التكتلات المهنية على المستوى الدولي، والتي تساهم بشكل واضح في توثيق روح التعاون المشترك بين جميع الجهات العاملة في ذات المجال وإبراز القوة، برز لدينا تكتل قانوني جديد ذو قوة فائقة ضم نخبة من المتخصصين في المجال القانوني من المحامين والمحكمين ووسطاء تسوية المنازعات في مختلف أرجاء العالم تحت مظلة واحدة. وكلنا ندرك ونعلم مدى أهمية هذه المهن التي تسعى دائما إلى إرساء العدالة وإرجاع الحقوق والمحافظة عليها في شتى دول العالم. ومن هنا جاءت فكرة عمل رائعة لانطلاق هذه المظلة، انطلقت من إحدى الدول العربية الشقيقة لتجتاح دول العالم أجمع، وظهر لنا المركز الدولي الخليجي ليكون أول مركز قانوني خاص ومتخصص في ضم النخبة من القانونيين المتخصصين في مجال المحاماة والاستشارات القانونية والطرق البديلة لتسوية المنازعات، التحكيم والوساطة، والرائدين في مجال عملهم من مختلف دول العالم. ولذا معنا ومعكم اليوم مشاهدينا الكرام معالي المستشار محمد جاسم الزوادي المدير العام للمركز الدولي الخليجي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا فيكم، رحب فيكم، رحب مشاهدينكم الكرام. اهلا وسهلا، مشرفنا ومنورنا مصر ومنور الاستوديو ومنور الدنيا كلها. الله يسلمك. طبعا معالي المستشار محمد الزوادي هو محامي ومستشار قانوني ومحكم دولي معتمد بعدد من مراكز التحكيم ووسيط تسوية منازعات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية بمملكة البحرين وعدد من مراكز تسوية المنازعات وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية ورئيس اللجنة الثقافية. نتمنى من حضرتك توضح لنا بشكل مفصل عن فكرة المركز الدولي الخليجي. نعم، في الحقيقة المركز الدولي الخليجي هو مركز قانوني خاص
طبعا يهدف إلى ضم النخبة من المتخصصين في المجال القانوني، سواء كان في مجال المحاماة والاستشارات القانونية أو في مجال الطرق البديلة لتسوية المنازعات التي انتشرت طبعا في كافة أرجاء العالم، وأصبحت تنافس طريق القضاء في حل النزاعات، واللي هي التحكيم طبعا والوساطة. وطبعا العضوية متاحة لكافة أنحاء دول العالم ممن يجد في نفسه الريادة والتميز في مجال عمله. طبعا يعمل المركز من خلال الآلية اللي هو يضعها للأعضاء على توثيق الروابط وتبادل الخبرات فيما بين السادة الأعضاء، وتقديم خدمات الدعم اللازمة والملائمة لهم بما يتناسب مع طبعا احتياجاتهم، وذلك بالتنسيق مع جهات ذات اختصاص سواء طبعا على المستوى المحلي أو الدولي. احنا عايزين ناخدها نقطة نقطة بالضبط عشان كل الناس تفهم. احنا عايزين ناخد وقت وعايزين نفهم واحدة واحدة مع المستشار. صحيح. ايه هي الخدمات اللي بتقدمها المركز؟ طبعا خدمات المركز كثيرة، ولكن خلينا نقول في خدمات هي عامة للجمهور، وفي عندنا خدمات خاصة للأعضاء. تمام. طبعا الخدمات اللي احنا نقدمها بشكل عام للجمهور هي تنظيم البرامج التدريبية في مجال القانون، وعندنا تنظيم الملتقيات القانونية أيضا، وتنظيم المؤتمرات الدولية. تمام. بالإضافة إلى عندنا طبعا أعمال الترجمة القانونية، وتقديم الخدمات الاستشارية، وتقديم أيضا الخدمات القانونية والوساطة القانونية بين الأفراد والشركات. بالإضافة لذلك إن إحنا قاعدين في المركز قاعدين ننشئ دليل لرواد الأعمال في المجال القانوني يخدم كافة أرجاء دول العالم، يعني بحيث أن احنا نسهل على الجمهور بإيجاد مرجعية واحدة موحدة. تمام. تمكنه من الاطلاع على من هو بحاجة إلى مساعدتهم طبعا، أو أنهم يقومون بمساعدته في مجال القانون. تمام. من كافة دول العالم. طيب هل حضرتك لازم يكون اللي يتقدم للمركز الدولي الخليجي يكون مؤهل عالي، ولا ممكن يكون مثلا أي مؤهل؟ لا طبعا، شوف بالنسبة لشروط العضوية، خلينا نقول هو متاح لكل طبعا فرد أو شركة أو مؤسسة. تمام. تمارس عملها من خلال مجال المحاماة والاستشارات القانونية أو مجال التحكيم أو الوساطة. تمام. هذا بالنسبة طبعا للشرط الأول. الشرط الثاني، يجب أن يكون طالب العضوية حاصل على شهادة طبعا أو ترخيص ساري المفعول يرخص له القيام بمهام عمله. شهادة أو ترخيص. نعم. على بحسب الأحوال. نعم. عندنا أيضا يعني بالنسبة للمحاماة أو طبعا الوساطة خلينا نقول قد تشترط تراخيص. والتحكيم قد يشترط أيضا شهادات معينة، فلا بد أن يكون حاصل عليها. بالإضافة لذلك نحن نشترط أن يكون طالب العضوية مؤهل للقيام بمهام عمله. نعم. وأن يكون له مقر ثابت لممارسة عمله. نعم. وبيانات ثابتة للتواصل تمكن الجمهور من التواصل معه والتعرف على الخدمات التي يقدمها، مما يبعث طبعا الثقة والطمأنينة في الأعضاء. تمام. بالإضافة إلى ذلك المركز يعد لائحة بالشروط ومعايير العضوية يشترط من العضو أن يلتزم بها طوال فترة عضويته. تمام. في حال مخالفة العضو لأي شرط من هذه الشروط يحق لإدارة المركز طبعا شط عضويته من المركز. ممكن حضرتك تقول لنا على الشروط دي عشان اللي عايز يشترك في المركز يبقى عارف الشروط وعشان يعرف يطبقها؟ الشروط هي ما ذكرناها من منذ قليل، ولكن قصدك إذا قصدت المعايير فالمعايير هي كثيرة، منها أن يكون العضو يواكب التطور اللي قاعد يحصل في التشريعات. تمام. يلتحق بعدد من الدورات التدريبية. تمام. مش شرط تكون تابع المركز، ممكن يكون من أي دورات، وينمي طبعا مهاراته القانونية ومهاراته الشخصية في مجال عمله، ويرفع للمركز تقرير سنوي عن أدائه في هذا المجال وشنو اللي قدمه سواء من مشاركات أو بحوث أو هذه الأمور. يعني معليك بتتابع معاه سنويا ما بتسبوش، بتتابع معه على طول. أكيد. كويس كويس. هذه طبعا يعني منطلق من رسالتنا في الارتقاء بمستوى المهن القانونية. أكيد. على مستوى العالم، فبالتالي واجب علينا احنا نتابع ونطور ونساعد ايضا الاعضاء على تنميه مهاراتهم على اساس نقدر نخليهم ينتقلون من عملهم من المستوى المحلي الى المستوى العالمي باذن الله. مظبوط. طيب الاستفاده من الانضمام للعضويه للمركز، ايه اللي انا استفاده لما انضم للمركز؟ نعم، عندنا طبعا شوف بالنسبه للعضو بعد ما ينضم للمركز عندنا ثلاث اقسام من الاستفاده اللي هو ممكن يحققها. نعم. بالنسبة للقسم الأول من هذه الاستفادة، يحصل على بطاقة عضوية في المركز. بطاقة عضوية. نعم. وهذه البطاقة طبعا تؤهله لعرض بياناته في بيانات الخاصة بالأعضاء سواء كان في الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز أو كافة وسائل العرض التابعة لذلك. تمام. أيضا يحق للعضو المنظم لنا أن يستخدم شعار المركز مع الإشارة بأنه عضو في المركز الدولي الخليجي، بحيث أنه يستفيد أيضا من هذه الميزة.
وطبعا العضوية بحد ذاتها راح تمكنه من المشاركة ضمن شبكة علاقات قانونية كبيرة بإذن الله. ممتاز. هذا بالنسبة للقسم الأول. عندنا القسم الثاني من العضوية اللي هي يحصل على مجموعة من الخدمات المجانية بلا مقابل نظير عضويته طبعا. تمام. اللي من ضمنها تمكنه من حضور البرامج والفعاليات المخصصة للأفراد اللي احنا نقيمها باستمرار في مختلف دول العالم، بالإضافة أنها تبيح له طبعا فرصة المشاركة في البرامج التدريبية المخصصة، يحصل على النشرات الدورية والأخبار المتصلة بمجال مهنته، يكون عنده أولوية المشاركة في بالمقالات والبحوث في طبعا النشرات الخاصة بالمركز. ممتاز. طبعا يحصل على فرصة للحصول على أعمال دولية جديدة من خلال نظام آلية البحث اللي احنا نوفره في المركز. تمام. وبالإضافة أيضا يحصل على فرصة الحصول على أعمال متبادلة بينه وبين الأعضاء الآخرين طبعا في بلدان أخرى. وختاما طبعا المركز يقوم بتسهيل إجراءات مشاركة أعضائه في الفعاليات والبرامج اللي تتم خارج بلادهم. يعني لو احد مثلا عندنا عضو من جمهورية مصر العربية حاب يشارك في اي مؤتمر تابع للمركز خارج جمهورية مصر العربية، المركز طبعا يساعده في هذه المهمة ويسهل له كل الاجراءات. كل هذه الخدمات اللي قدمناها هي تكون بلا مقابل. ممتاز. وبالاضافة لذلك عندنا خدمات يحصل عليها طبعا العضو. نعم. برسوم مخفضة، اللي منها خدمات الدعم الفني او خدمات الدعم اللوجستي او خدمات الاستشارة سواء كان في مجال الادارة او المجال القانوني. ايضا عندك يحصل على خصومات خاصه على البرامج اللي يقيمها المركز بشكل عام للجمهور. تمام. يحصل ايضا على خصومات على البرامج اللي يقيمها الجهات المتعاونه مع المركز. المركز له العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات التعاون مع العديد من الجهات في مختلف دول العالم. ممتاز. هذه طبعا الجهات تقدم مجموعه من الخدمات من ضمن بنود البروتوكولات اللي احنا نقيمها، انه يحصل اعضائنا على تخفيضات على الخدمات اللي يقدمونها هذه الجهات. المركز لا يقتصر على الدول العربية بل على العالم أجمع. بالضبط. صح كده؟ احنا طبعا المركز عشان نكون بشكل واضح هو تأسس في مملكة البحرين، مقره الرئيسي في مملكة البحرين. نعم. منذ عام 2015. نعم. وضع لنفسه رؤية ورسالة وأهداف، طبعا كانت رؤية أنه هو يطمح لتحقيق الريادة وللتميز لكافة أعضاء المركز على طبعا في مجال عملهم سواء كان محاماة أو تحكيم أو وساطة على المستويين المحلي والدولي، وذلك من خلال الالتزام بأفضل المعايير اللازمة لذلك. جميل. وكان له رسالة في عمله اللي هو أنه يساهم المركز في المجتمع بشكل إيجابي من خلال نشر الوعي ونشر الثقافة القانونية والمساهمة في إرساء العدالة وإرجاع الحقوق والمحافظة عليها في شتى دول العالم. ما شاء الله. فهذه طبعا رؤيته وكانت رسالته، اللي من خلالها طبعا سعى المركز أن ينتشر في عدد من الدول من خلال المكاتب التمثيلية. هي فكرة عبقرية مع المستشار يعني. نعم. وبعدين أنتوا خدتوا الريادة فيها. الحمد لله. يعني طبعا احنا يعني حبينا أن طبعا الفكرة، خلينا نقول الفكرة جوهريتها تكمن في أن حبينا نخلط بين المزيج والخبرات بين الدول الأجنبية والدول العربية. ممتاز. ويكون هذه تحت طبعا مظلة وقيادة الدول العربية. ممتاز جدا. احنا في الخمس سنوات الماضية الحمد لله يعني غطينا غالبية الدول العربية، والآن الحمد لله قاعدين نسعى إلى تغطية العديد من الدول الأجنبية وندمج بين الخبرات للاستفادة، أن هذه الدول تستفيد من هذه الدول. أكيد. والعكس كذلك. أكيد طبعا. من أجل كل ذلك، من أجل الارتقاء طبعا بمستوى أصحاب المهنة ومستوى عمل السادة الأعضاء. ممتاز. ونحقق لهم التميز والريادة في مجال عملهم. والجميل في الموضوع يا معالي المستشار، اللي جميع المهن أو جميع الشركات لازم تخش فيها المحاماة أو لازم تخش فيها القانون. صحيح. فلازم أي حد أو أي كلام أو أي شركة بتخش فيها المحاماة، فحاجة جميلة جدا لحضرتك بتجمع اللي ده كله واللي كله بيستفيد من بعضه. صحيح. تبادل يعني خبرات. هي طبعا الفكرة تحقق الاستفادة للجانبين. أكيد. الأعضاء اللي هم سواء من المحامين أو المحكمين أو الوسطاء، وكذلك نعم. للجمهور. الجمهور قد نجد أن يكون بحاجة إلى الاستعانة بمحامي أو محكم أو وسيط، ولكن يصعب عليه ذلك من خلال البحث أو معرفة هؤلاء الأشخاص. آلية البحث اللي عندنا في الموقع الإلكتروني تمكنه وتسهل له هذه الإجراءات. حضرتك بتسهل له الدنيا. تعرض له كل الأعضاء، يختار الله ما يريد، يدخل على الموقع الإلكتروني الخاص بنا ويختار الدولة، تعطيه قائمة بالأعضاء الخاصين واللي أقرب لك، وكل واحد بسيرته الذاتية. تمام. يعني كل عضو بسيرته الذاتية وإنجازاته وما حققه، وهو ما شاء الله. الخيار الاختيار يكون عند أنت عايز طالب الخدمة إيه؟ نفسه. أنت بالضبط عايز إيه أنا بوفره لك. بالضبط. واختاره. وهو قاعد بكبسة زر. مظبوط. جميل جميل. طيب الخدمات مقصورة، خدمات المركز مقصورة على الأعضاء ولا ممكن حد يستفيد بها غير الأعضاء؟ لا طبعا، الناس ما قلنا عندنا الخدمات تنقسم إلى قسمين. تفضل. عندنا خدمات خاصة بالأعضاء اللي احنا سميناها تحت مسمى مميزات العضوية اللي احنا ذكرناها منذ قليل. تمام.
وعندنا الخدمات العامة للجمهور بشكل عام اللي احنا ذكرناها ايضا اللي هي تنظيم الدورات والبرامج التدريبية والمؤتمرات الدولية. هذه متاحة عندنا طبعا برامج نقيمها متاحة لكافة الجمهور طبعا. وعندنا نستهدف مش فقط المحامين او نستهدف ايضا عندنا بعض برامج التدريب اللي تستهدف ايضا الطلبة. تمام. ناخذهم من مثل ما نقول وهم في الجامعة في مجال دراسة القانون ونحاول نأهلهم لسوق العمل. ممتاز. بحيث انه يطلع الطالب وهو مدرك لوعي او احتياجات السوق. طبعا سوق العمل غير الدراسة. بالضبط. يعني لما بالضبط. لما تنفذ في 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 الشارع او في العمل غير تطبيق الدراسة. فحضرتك بتأهله وهو طالب. صحيح. احنا نجد طبعا هذه المشكلة عند غالبية الطلبة. قد يصطدمون بالواقع العملي بعد ما يتخرج من بعد دراسة 4 أو 5 سنوات يصطدم انه ما اخذه في الجامعة لو يمثل 20 أو 30% من احتياجات السوق. مزبوط مزبوط. لذلك التدريب العملي مهم جدا جدا. وهذا طبعا المركز وضع نصب عينيه في ايضا اعداد البرامج. قاعدين نحاول ان احنا نعد الجيل منذ نشأته. جميل جدا. يعني احنا هدفنا نفس ما قلنا ارتقاء بسمو المهنة على وجه مشرف للكافة. ما شاء الله ما شاء الله. هي فكرة جميلة ورائعة وبنتمنى لحضرتك التوفيق. وما شاء الله يعني حاجة مشرفة. هم كان في كلمة تقال اتفق العرب على الأقل يتفقوا. الحمد لله احنا اتفقنا. لا الحمد لله متفقين. الحمد لله متفقين والدنيا ماشية معنا تمام. متفقين نعم. الحمد لله رب العالمين. صحيح. انا في نهاية حلقتي برحب بحضرتك وحضرتك شرفتنا ونورتنا والله النهاردة. حضرتك تحب تقول كلمة أخيرة للجمهور؟ الله يسلمك. طبعا في نقطة هي مهمة لكل من يرغب بالانضمام بالعضوية اللي هو لابد أن يكون مؤمن بأهداف المركز ورؤيته ورسالته. احنا ذكرنا من قليل رؤيتنا ورسالتنا في العمل ونذكر ايضا نستطرد على عجاله اهدافنا اللي هي براحتك. مثل ما قلنا لسه معانا وقت يا حضرتك. الله يسلمك. تفضل. حضرتك طبعا مشرفنا ومنورنا والله. شرف لنا. الله يسلمك. وبالعكس يعني شرف وفخر ان احنا ننطلق بهذا البرنامج من جمهوريه مصر العربيه باعتبارها طبعا هي ام الدنيا. كلنا اخوات. كلنا ام الدنيا طبعا. ما نستغني عنها. ما في لا دوله عربيه ولا اجنبيه تستغني عنها. لا اكيد طبعا. هم سبقوا العالم في مجال القانون باضعاف اضعاف. وبالتالي احنا حرصنا ان احنا نطلق هذا البرنامج ايضا بمساعده وايادي خبرات مصريه. الاهداف طبعا اللي يسعى لها المركز ولا بد من الاعضاء ان يكونون مؤمنين بها على اساس ان نقدر نحقق التكامل. الفكره قائمه على استفاده متبادله. نعم. أفيد العضو ويفيدني من خلال لازم يكون مؤمن برؤيتي برسالتي بأهدافي اللي أنا وضعتها على أساس نقدر ننشئ عمل متكامل. نعم. أنا طبعا من ضمن أهدافي في المركز أني أرتقي بمستوى عمل السادة الأعضاء هذا بشكل خاص وأحقق لهم التميز والريادة. مش فقط التميز أنه يكون متميز بالعكس أنه أحاول أنه يكون في مقدمة المتميز له الريادة. أحاول أيضا أرتقي بمستوى المهنة بشكل عام بحيث أنه تطرح خدماتها بشكل مشرف وفق معايير مشرفة للمهنة. أيضا قاعد أعزز روح التعاون بين الأعضاء بحيث أن طبعا مثل ما نعرف في غالبية المهن ممكن البعض يجد أن المهنة الثانية منافسة تنافس. نعم نعم. إحنا في مهنة المحاماة ما عندنا هذه الفكرة. لأن التنافس قائم على مبدأ التنافس الشريف. أكيد. نتبادل خبراتنا مع بعض نفيد ونستفيد. وهذا اللي إحنا قاعدين نعززه في طبعا أعضائنا أن يتبادلون سواء التعاون الفكري أو الخبرات المهنية اللي عندهم أو الأفكار من خلال مجموعة من البرامج. يعني إحنا لا نقتصر على الدورات ولكن عندنا أيضا مجالس نقيمها لهم. نعم. يتبادلون فيها سواء كان بالحضور الشخصي قبل الجائحة أو حتى أثناء الجائحة قاعدين يتم التواصل بطريقة الأونلاين. أيضا قاعدين نسعى لإنشاء أكبر شبكة علاقات دولية في مجال القانون تضم النخبة. يعني مثل ما نقول اللي يكونون بشكل مشرف ما شاء الله. فهذا الموضوع يعني محتاج جهد كبير. أكيد. من إدارة المركز ومن الأعضاء كذلك. أكيد طبعا. لازم يكون أي أحد طالب عضوية أن يكون عنده الإصرار والعزيمة لتحقيق هذه الرؤية. نعم. وقاعدين أيضا نسعى لتكوين جيل قانوني قادر على التميز والابتكار. نفس ما قلنا نأخذ التنشئة حتى نراقب عمل الأعضاء في تدريبهم للمتدربين اللي عندهم شنو قاعد يطرح للمتدرب. ما نبي ان المتدرب يقضي فتره من الزمن وينتهي عنده. يجي كذا يحضر ويعد ايامه خلاص الى ان نرتقي طبعا بمنظومه العمل القانوني بشكل عام. الله المستعان. هذا هو هدفنا
في الختام، وإن شاء الله نقدر من خلال ذلك أن نحقق نفس ما قلنا أن نكون المرجعية العامة للجمهور. إحنا نتمنى يكون في فعاليات زي اللي أنا شايفها اللي حضرتك إحنا شفناها. نعم. تكون في مصر موجودة. إحنا أقمنا في شرم الشيخ، وأقمنا في القاهرة، وأقمنا في اسكندرية. مفيش قريب؟ مفيش في والله طبعا قريب. بالنسبة للوضع الحالي طبعا مثل ما تعرف جائحة كورونا شوي عطلت هي عطلت الدنيا كلها. غالبية مشاريعنا هي أونلاين في الفترة الحالية، إلى إن شاء الله يرفع الله البلاء عن اللهم المستعان. وحضرتك والله شرفتنا ونورتنا، وانا مبسوط بالفكره دي بصراحه. شرف ما شاء الله. الـ يعني احنا عايزين نعمل في ده في جميع المجالات، مش في المحاماه بس. فحضرتك كده هتبقى كفكره وكنموذج راقي للتجمع. فياريت نعمل حزو معالي المستشار محمد الجزاوي، محمد الزوادي. انا في نهايه حلقتي انا مبسوط جدا بحضرتك والله وتواجدك معانا، واللي عايز يتواصل مع المركز الدولي الخليجي الارقام موجوده معانا على الهواء، وممكن تتواصلوا معانا الفيسبوك والانستجرام، ومعانا التواصل بجميع شتى الطرق. شرفتنا معالي المستشار. شرف لنا، ونشكركم على استضافتكم الجميله، وان شاء الله نكون يعني ضيوف خفاف عليكم. طبعا طبعا. ومصر زي ما حضرتك قلت كده بلدك الثاني. بلدنا وتشرف وتنور في اي وقت يا رئيس. شرف لنا. ربنا يعزك. شكرا جزيلا. ربنا يعزك رئيس. مشاهدينا الاعزاء نلقاكم في حلقه قادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.